صباح الخير عليكم أصدقائي المشاهدين. طبعا انتوا دلوقتي معانا في برنامج ابن حياتك، المفروض مستنيين استاذ اسلام هو اللي يقدمكم، بس بصراحه هو النهارده ضيف معانا، يعني ملوش مكان في الكادر، فمعلش انا كده طلعت بره خالص. احنا مستضيفينك يا استاذ اسلام معانا، انت منورنا طبعا. وانا يسعدني يا جماعه النهارده ان انا اكون في استضافه الشيف ساند دياب اللي منورانا النهارده، اول فقره ليها النهارده في برنامجنا. الشيف ساند دياب اللي هتعمل لنا فقره الحلو، ومعانا طبعا ما ننساش طبعا يعني مايسترو المطبخ المصري الشيف ولاء مهدي، مدير مطبخ بهاريز للاكل البيتي، واللي هتقدم لنا النهارده فقره المطبخ ان شاء الله. نبدا كده مع الشيفات. صباح الخير ومتشكرين على المقدمه الجميله دي. صباح الفل كده، ملوش بره ملوش دعوه بالكاد. اتفضلي يلا نعرف. صباح الخير يا شرف. صباح الخير يا استاذ. النهارده هنعمل مع بعض فقره حلوه قوي ان شاء الله باذن الله. هنقدم حادق وهنقدم حلو. الشيف ساندي ان شاء الله هتطلع معانا تقدم لنا الحلو، وانا هساعدها مع بعض، هنساعد بعض في الحلو وهي هتشتغل معايا برضو في الحلو. وعايزه اقول حاجه، بس انا عايزه افتن عليها انها قبل ما تعمل الاكل ده اوبا كلت على عربيه فول اكله، فعشان تعرف ان هي يعني ايه بتعمل الاكل بضمير قوي. يعني كده عايز اقول لكم ان الشيف ساندي جاي يبوظ لنا الفقره النهارده. ده انا جاي هدي نفوس وشف. شوف المقادير يا شيف ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا كده الاول هتعملي لنا ايه الاول؟ هنعمل النهارده بفتيك لحمه بالبطاطس. بفتيك لحمه بالبطاطس يا جماعه، اكله جميله وسهله ومقاديرها بصراحه ربنا يخليك. اتفضلي. اكله جميله وسهله ومقاديرها بسيطه قوي قوي ومش مكلفه. نركز في المقادير يا جماعه. انا معايا نص كيلو لحمه متقطع بفتيك، بتقولي للجزار ان انت هتعمليه بفتيك فبيقطعه لك شرايح، وبتدقيه طبعا عندك على البلانشه زي ما انتم شايفين كده. تمام. ومعايا الاول هنسخن السمنه اللي معانا على ما نقدم بقيه مقاديرنا، ومعايا ثوم مفروم. تمام. ومعايا بطاطس انا مقطعاها ومحمراها، مقطعاها مكعبات متوسطه ومحمراها. تمام. ومعايا ملح وزعتر على روزماري وبهارات لحمه وفلفل اسمر. تمام. ومعايا بقدونس. بقدونس لازم التقديم. لازم البقدونس او كزبره المتاح موجود. طب تمام. خلاص يلا اللي. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا الاشتباك. ايوه يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الشيف ساندي يا جماعه النهارده جايه مساعده وشيف، على فكره هم بيلقبوها في ميت غمر بعامده المطبخ المصري. طبعا يعني طه حسين بس في المطبخ المصري بقى يا جماعه. يعني عامي وما بس في المطبخ المصري، مش في الادب العربي عشان ما توديناش في داهيه. شيف ساندي طبعا لها اسمها عندنا في مدغمر ما شاء الله. شيف ساندي يا جماعه على فكره هي اول شيف تواصلت معانا، وشغلها بسم الله ما شاء الله عندنا. شيف ساندي طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي على مع الشاشه الفيديو صغير كده لمطبخ بهاريز للشيف ولاء. تمام. جوعتينا. لا بص انا بشوف الحاجات دي لا انا ماليش دعوه، انا عايزه من كده. الشيف ولاء يا جماعه حطت الثوم الاول في السمنه ولا في الزيت؟ انا سخنت السمنه الاول وبعدين حطينا الثوم المفروم، يا دوب ياخد لون ويبقى ذهبي، ولا ايه رايك يا ساندي؟ طبعا ياخد لون يبقى ذهبي. استشاره يا جماعه عميد المطبخ المصري اول على فكره الشيف ساندي اول شيف تواصلت معانا، وهي اللي تشرفت وعرفتنا بالشيف ولاء اللي منورانا وعاملين ليا الشرف طبعا. كل يوم بصراحه بتبهرنا بطبق جديد وحاجه جديده بجد. يعني انا بدات اتعلم الطبخ من ايديها بصراحه، ان انا ابقى معاكم هنا انا والشيف ساندي النهارده، وان شاء الله نعمل حلقه حلوه باذن الله وتفضل معلمه ان شاء الله. ان شاء الله. لا يا رب معلمه يا جماعه، لان هي قدمتني النهارده انا جاي معاهم ضيف كده بصراحه. يعني هم كويس الحمد لله ان هم استضافوني. انا حبيت اريحك يا استاذ اسلام، يعني انت كل مره اللي بتبدا صح. والله انت تعبت. لا فيك الخير، انا بقي وجعني من كتر التقديم. شفت حبيت اريحك بس. صباح الخير. الو صباح النور. السلام عليكم، ازيك يا فندم؟ الله يسلمك. اخبار حضرتك؟ بخير والله الحمد لله. اتفضلي الشيفات مع حضرتك. الشيف ولاء اهلا بيكي. ازيك يا لولو؟ الحمد لله، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ تمام والله الحمد لله منوره. والله الاكلات بتاعتي جميله جدا يا ولاء. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، ربنا يبارك فيكي يا رب ودايما كده. على فكره انا عجبتني قوي اول حته الستوري اللي عملتها المره اللي فاتت. حلوه عجبتك؟ عملتيها؟ جميله. نفذتيها يعني؟ وشفتي سهله ازاي؟ على فكره عجبت ناس كتير جدا يا مدام ولاء بجد، يعني كانت جميله جدا. سؤالي يا شيف ولاء. اتفضلي يا حبيبه قلبي. بصي المكرونه البشاميل ينفع اكون عملتها واحطها في الفريزر؟ تعمليها وتحطها في الفريزر وتطلعيها على التسويه لما تفك معاكي الاول وبعدين تسويها في الفرن. ماشي يا شيف ولاء، تبقى جميله وكانك لسه عاملاها حالا طازه. طيب كويس. ماشي يا حبيبه قلبي. شكرا تاكليها بالهنا يا رب. شكرا مدام ولاء، نورتيني.
كده احنا حطينا بقى التوم كده ما تشتمش بقى الدهبي خلاص كده وتعرفينا ايه اللي بيحصل. احنا حطينا السمنه تمام. السمنه سخنت حطينا التوم، التوم يا دوب بقى دهبي، هنبتدي نسمي الله ونحط اللحمه معانا تمام. ليه بنحط اللحمه؟ اتفضل. علشان اللحمه تاخد صدمه من ريحه التومه. مش عايز اقول لكم الريحه هنا عامله ازاي يا جماعه بصراحه، يعني فش تاكل على كده ولا لسه لازم للاخر؟ لا لا لسه ايوه الا تاخد حاجه. معلش برضه نستنى للاخر معلش. يا جماعة الفقرة النهاردة بغض النظر عن ان اثنين شيفات شغالين معنا في الفقرة بتاعت النهاردة، بس الميزة ان بتوضح مدى الصداقة والتعاون ما بين الشيفات في نفس الفقرة. الحمد لله عندنا روح حلوة يعني الشيفات بصراحة الاثنين يعني لا يقلوا درجة عن بعض في مجال العمل كشيف، بس فكرة ان التعاون والصداقة في انهم يظهروا في فقرة واحدة دي بجد يعني فكرة عجبتني جدا، وده اللي خلاني تجرأت واخدت الخطوة ديت ان الاثنين الشيفات يظهروا معانا في نفس الفقرة ويشتغلوا، مع العلم ان كل شيف لها شغلها المستقل بذاته. انتوا شرفتونا النهارده بصراحة بجد والله يعني. الكلام الحلو اللي انت بتقوله ده احنا كنا بنقوله واحنا ماشيين في الطريق. يعني اروح انا ولا اروح انا بقى اطلع اروح؟ لا 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 اروح انا عاوزك انا عاوز امال مين هياكل؟ اجربه فيه يعني؟ ربنا يستر. هنقلب بقى زي ما انت شايفه كده. مدام هدى صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا مدام هدى. صباح الخير يا هدى. هبه صباح الخير يا مدام هبه. صباح الخير يا مدام هبه. اسف اسف يا فندم. صباح الخير يا مدام هبه. صباح الخير يا فندم. لا اتكلم الشيف ولاء. اتفضلي الشيف ولاء مع حضرتك. صباح الخير يا شيف ولاء. صباح الفل يا حبيبه قلبي. ازيك يا قمر؟ الحمد لله حبيبه قلبي منوره. انت فين انت والشيف بتاعك؟ ربنا يخليكي يا قلبي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. النور بيكي. الدنيا منوره بيكي. ايديك على اكلاتك جميله. لا هي بتبهرنا بصراحه كل يوم باكله جديده بجد. انا بدات اتعلم منها والله لسه يعني بتنفذيها بقى الوقت. انا لسه بقولها بدات اتعلم. بتنفذيها بقى في المطبخ عندك؟ اكيد يا حبيبه قلبي. بنتعلم منك احنا بايديكم. حبيبه قلبي يا حبيبتي. النجاح لنجاح يا رب. ربنا يخليك يا رب. انا سعيده قوي بالمداخله بتاعتك يا حبيبتي. شكرا يا مدام هبه. شكرا شكرا. نورتيني والله النهارده. كده يا جماعه زي ما انتم شايفين جميله ما شاء الله. كده قلبناها لون بصراحه كده احنا قلبناها خلاص. خدت صدمه نبتدي نقلب عليها على الناحيه الثانيه. كده كل قطعه لحمه بتبقى ماسكه في نفسها بحيث انها ما تكشش تمام. فلازم الخطوه دي الاول. ممكن نحط كله فوق بعضه؟ لا تمام. صباح الخير يا استاذ هشام. صباح الخير يا فندم. معاك يا فندم. مع فندم مع حضرتك الشيفات. اتفضل يا فندم. منور والله في اسلام. الله يخليك يا فندم. الله يخليك حبيبي يا شيخ. الله يخليك والله يا استاذ. انا بجد بجد كان نفسي تكون معايا الاستاذ هشام ده راجل محترم. شفت بقى؟ طبعا جوز بنتي حبيبي. جوز بنتي. طيب تمام. صباح الفل يا عم هشام. اخبارك؟ انا شامم ريحه الاكل من هنا طبعا ان شاء الله. والله طب انت شاممها من عندك من متغمر؟ طب انت شاممها من عندك من متغمر؟ امال هنعمل ايه طيب؟ انا خدت منكم ماما بقى النهارده. نعمل ايه طيب وانا قاعد في وش الحدث؟ عشان تساعدني والله مفتقداهم قوي قوي قوي. انا قاعد في قلب الحدث بصراحه يعني يا جماعه مش عايز اقول. وعلشان هي ما تعمل حاجه حلوه انا يعني اقوم بالواجب. خلاص تمام احنا كده اطمنا. دعوتك يا هشام. شكرا يا استاذ هشام. التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يخليك. كده بعد ما اللحمه خدت الصدمه بتاعتها خلاص هي كده خدت الصدمه. هنبتدي بقى ايه؟ نملح. هنحط توابلنا ونملح. توابل الزعتر والروزماري. مدام هدى صباح الخير يا مدام هدى. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ازيك يا استاذ اسلام؟ صباح الفل. الله يخليك يا فندم. انا ربنا يخلي لي جمهور اللي بيصبح عليا بقول ازيك يا استاذ اسلام بدل الشيف ساند اللي عماله دايما كسفان كده. لا ما بقاش احنا لسه هنخش على الشيف ولا بقى ونقول لها احلى صباح ليك يا لولو. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. منوره الدنيا يا قلب اختك. بنورك يا قلبي يا حبيبه قلبي يا هدى والله انا بستنى المداخله بتاعتك دي كل حلقه. ربنا يخليكي. احلى صباح ليك يا استاذ ساندي. اهلا يا حبيبتي. احلى صباح عليكي. يا صباح الفل على عيونك. ربنا يديك الصحه يا نور عينيا. ربنا يخليك يا حبيبتي. ربنا يخليك يا هدى. ربنا يخليك ويفرحك يا رب كده ويسعد قلبك يا قلبي. شكرا يا فندم. ربنا يخليكي يا قلبي. تسلمي لي. ما تحرمش مني يا شيف ولاء. عايزه منك استفسار. اتفضلي يا حبيبتي. عايزه طريقه التوميه بالله عليك. طريقه التوميه هعملها لك في فيديو وهنزلها لك، بس لو انت عايزه الطريقه هقولها لك. خلاص ماشي اوكي. ماشي يا حبيبتي. هنزلها لك في فيديو مخصوص يا هدى وهعملها لك. شكرا. هي بتتعمل بالنشا والمايونيز والزبادي وممكن شويه لبن. والثوم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. عشان المداخلات وعشان الوقت. صباح الخير يا استاذ مهدي. السلام عليكم. صباح الخير الزعيم الكبير. ازيك يا عبد الباشا؟ الزعيم الكبير.
ربنا يعز حضرتك استاذ اسلام، منور الدنيا كلها ومتالق. الله يخليك يا فندم، الله يخليك يا استاذ مهدي، الله يخليك. صباح الخير يا شيف ولاء. صباح الفل. اتصال بقى يعني منور الدنيا، وما شاء الله لقاء جميل جدا. طبعا يعني اللي محل اللقاء والله النهارده يا استاذ مهدي. صباح الخير يا شيف ساندي. الله يخليك يا رب. اللي محل اللقاء بصراحه روح روح الصداقه وروح التوافق ما بين الشيفات بصراحه. الحمد لله. البرنامج المرضي له روح جميله جدا طبعا طبعا طبعا. وغير كده هم اللي قدموني النهارده، يعني انا ضيف معاهم بصراحه النهارده. انا ضيف يا جماعه، مش مذيع النهارده للبرنامج. لا والله ده انا استاذ اسلام استنيت الفرصه، وبشكر حضرتك. الله يخليك يا استاذ مهدي. واسره القناه كلها. شكرا. وعلى راسهم استاذ احمد عزت والمخرج بتاعنا الجميل والمبدعين المصورين اللي متعنا بالحلقه صراحه. كل الاعداد هنا جميل بصراحه. في قمه الجمال. شكرا يا استاذ مهدي. شكرا يا فندم. ربنا يبارك لنا فيهم. ومعلش استنيت الاستاذ عمرو عمر. احترامي ليك. استسمحك. اتفضل. كل متابعين مطبخ بهريز. اتفضل يا فندم. كل اهلنا وحبايبنا وعملاء مطبخ بهريز على التعاون الكبير ده. احنا بنوجه لهم التحيه كلهم، كل عملاء مطبخ بهريز وكل عملاء الشيف ولاء والشيف سندي. شكرا يا استاذ. خلي بالك ان الشيف ولاء والشيف سندي حبايب، هم اولاد بقنا واحده بس من زمان، من فتره، وبينهم تعاون كتير. ياما جالهم افراح كبيره وعملوها سوا. حصل يا فندم. وياما ما شاء الله يعني في بينهم تعاون كبير جدا يعني. في فرح باذن الله بقى هنشوف التعاون ده برضه. طبعا فرحك طبعا بامر الله. حبيبي يا باشا، صباح الخير يا عم مهدي. شكرا يا استاذ مهدي. شكرا يا فندم. بعد اللحمه كده ما خدت الصدمه بتاعتها كده، اشوف ولاء الدنيا بقى ماشيه. حطينا التوابل اللي معانا، الروزماري على الزعتر والبهارات اللحمه والفلفل الاسمر. الروزماري ده بيجي كده زي ما هو كده. روزماري هو بيجي زي ما هو كده. عشان المره اللي فاتت فاجئتنا بالكوردن بلو روز بيف، وطلع في الاخر لانش. قعدنا ندور على الروز بيف. ما هو المهم انواع اللانش. لا ما كل ده برده كلها تمام. ليها بدايل، ده كل حاجه ليها بدايل. عشان ننشر على طول. اول ما اللحمه ابتدت تنشف زودت شويه ميه علشان اللحمه تستوي في الميه طبعا. تمام. هنركنها بقى على جنب على ما تاخد وتدي كده مع بعض، ولما تعوز ميه هندي لها كمان على ما نشوف الشيف ساندي هتعمل ايه معانا. طب ما تفاجئنا كده شيف ساندي اللي هتعمل ايه. صباح الخير يا استاذ احمد. يلا يا شيف. صباح الخير يا فندم. الو. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح النور يا فندم. اتفضل يا فندم، مع حضرتك الشيفات. اتفضل. اهلا بنطبع شيف ولاء طبعا والشيف ساندي. صباح الخير. مع الفل. صباح يا فندم. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح الفل. صباح النور يا فندم. يا صباح الفل عليك، نورت الشاشه. الله يخليك يا فندم. انت اخبار بعدك ونورت القناه. الله يخليك يا باشا. نعم طبعا بحضرتك وبالشيف ساندي. احنا سعداء جدا بمداخله حضرتك. احنا سعداء بمداخلتك جدا يا استاذ احمد. شكرا. ربنا يخليك. شكرا يا فندم، نورت الدنيا كلها. الله يخليك. يعني لا فتت الكوارع يا فندم لو سمحت. فتت الكوارع؟ فتت. اعمل لك فتت الكوارع وهنزلها لك في فيديو. بس فتت الكوارع بنجيب الكوارع من عند الجزار. ده طبعا نسلقها. ده اكيد هنجيبها من عند الجزار. او من عند بالحبهان. شوفوا هتلخبطوني اهو. هنسلقها طبعا بالحبهان والفلفل الاسود والبهارات واللورا. وبعد ما بتتسلق بناخد الشوربه بتاعتها، نعمل طبعا شويه رز كده بشعريه حلوين او رز ساده تبع من ما تحب، ونعمل الصلصه بالخل والثوم. هنجيب تومه ونقليها ونطشها بالخل، وبعد كده شفشق طماطم وطبعا نملحها ونبهرها، ودي تبقى الصلصه بتاعتنا. والشوربه بتاعتها هنحط العيش، هنقطع عيش ونحمره ونسقيه بالشوربه بتاعت الكوارع، وبعد كده نحط الرز وفوق منها الصلصه ونحمر الكوارع وناكل. بس خلاص ناكل مين؟ احنا كده هناكل تاني يوم. وناكل. هنفطر بقى مش هنتغدى. وناكل وناكل كمان وناكل وننام، لان كده مش فاهم مشوار تاني بعد الاكل ده. طيب يا جماعه شيف. النهارده ما ينفعش ان احنا نشتغل كده اكل من غير ما نشوف هنحل بايه. ما ينفعش ناكل من غير ما نحل. فقره الحلو بقى طبعا بتاعه الشيف سندي. طلعت منين النهارده يا شيف سندي؟ هعمل لكم طاجن السعاده. طاجن السعاده. هابي بيرثدي. اتفضل يا فندم. لا طاجن السعاده مش طاجن عيد ميلادك. اتفضل يا فندم، المايك مع حضرتك. المقادير بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا 3 معالق كبار دقيق، بيضه واحده بس ماشي، فانيليا وبيكنج باودر او كيك شيف عادي، سكر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا الزحور. صباح الخير يا الزحور. ماشي كملت يا فندم. ومعانا كاكاو خام. صباح الخير يا الزحور. ولبن. طب تعود الاتصال تاني. وعندنا لبن وطبعا وشوكولاتات عشان نزين بيها الطاجن.
اول حاجه هناخد 3 معالق كبار من الدقيق، هنحط عليهم. أيوة. صباح الخير يا استاذه حور. صباح النور، اخبار حضرتك يا فندم؟ بخير الحمد لله. اتفضلي يا فندم. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ايوه يا ماما. ايوه يا حبيبتي، ازيك؟ كنت مفتقداك يا حور والله. مفتقداك. منوره يا شيف ولاء. منوره يا حبيبه قلبي بنورك. ماما اللي منوره الدنيا النهارده يا حور. ربنا يخليك. وكان نفسي والله تيجوا وانتم كمان تنوروني بقى. تشرفونا والله وتشوفوا الاكل هنا عامل ازاي يا جماعه. متعوضه باذن الله بصراحه يعني. ان شاء الله متعوضه. ان شاء الله. انا الطاجن ده يلزمني لو سمحت. لا ما انا واخده بالي. تمام ماشي خلاص. ما اقدرش اقول لا. طب ماما معاكي على طول، سيبوني. ما اقدرش اقول لا. طب ما تسيب لنا احنا الطاجن ده النهارده كده. لا ده انا عايزه اقول لك ان هشام مستني في البيت وانت كمان. الطاجن ده وانت مروحه معلش لو سمحت. لا اله الا الله. طب ليه كده؟ حلو وحادق كمان. حلو وحادق. طب انا كمان في البوفتيك. عيوني ليك يا حور والله. طب احنا نعمل ايه طيب؟ نقضيها سندوتشات ولا ايه؟ عيوني ليك. طب انا في البوفتيك. خلاص بقى يا استاذ اسلام معلش المره دي انا ما اقدرش اقول لا لبنتي. شكرا شكرا يا استاذه حور. معلش على الاسف. نورتي يا حور. على فكره الاسم ده اسم نفس الاستاذه اللي دربتني في الشغل في الاول على فكره نفس الاسم. صباح الخير يا استاذه ايمان. ايمان حشيش. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير. ازيك يا عمته؟ ازيك يا قلب عمته؟ وحشتيني يا ايمان. وحشتيني. صباح الخير. صباح الفل يا حبيبه قلبي. ازيك عامله ايه؟ وحشتيني. صباح الخير. صباح الفل يا قمر. صباح الفل عليك. ايه رايك في الحلقه النهارده يا ايمان؟ يا ريت تقول لنا رايك اهم حاجه. منوره الدنيا كلها والله يا عمته. حبيبه قلبي. عمته من جوه. شكرا يا استاذه. دي بقى شكل عمتها بالظبط. لا ما واضح من الصوت. ما انا بقول لك دي شكل عمتها بالظبط. شكرا يا استاذه ايمان. ربنا يبارك فيكي يا ايمان ويفرح بيكي يا قلبي. كده شوف سندي. انا جبت هنا 3 معالق كبار دقيق. حطيت عليهم معلقه كبيره كاكاو. معلقتين سكر. تمام. معلقه صغيره بيكنج باودر او كيك شيف. قلبتهم مع بعض كده. انا كده خدت 4 حاجات. هو الطاجن ده 4 و4. يعني ايه؟ يعني 4 حاجات جافه من هنا بحطها واربع حاجات هنا هحطها اللي هي السوائل على بعض. اول حاجه البيض، تاني حاجه الفانيليا. الفانيليا. وهحط زيت الفانيليا طبعا عشان تكسر الزفاره. تسلم ايدك يا شيف. طب مش توضح لنا الفانيليا ليه؟ وانا برضه سايبين عمال اقول الفانيليا. لا بتكسر الزفاره. كلهم شاطرين وعارفين الفانيليا. طيب. عشان يعني انت ليه مصممه تديني كده؟ معلقه كبيره زيت. تمام. اول ما شفت الزيت في حاجه زي كده شفت بقى. اتطورنا جامد. اختصار للوقت. ومعلقه كبيره لبن. تمام تمام ماشي يا حبيبتي. قلنا 4 و4. هنا كده برضو حطينا 4 حاجات. 4 جافه و4 سوائل. بالظبط. هنقلب بس الحاجات دي كده كويس مع بعض. يبقى انت دلوقتي حطيتي اربع مواد جافه مع بعض. وبعدين 4 مواد سايله مع بعض. السايله مع بعضها. مواد الاتصال تاني مع الاستاذ مهدي. صباح الخير يا استاذ مهدي. الباشا الاتصال اتقطع. هتقول لك الو يا معلش يا فندم. اسفيه. معلش كنت عايز بس اطرطر على اكله كده من الشفاء. اتفضل. لو سمحت يا شيف. اتفضل. عايز طريقه عمل الهكونه مطاطه لو سمحت. لا دي سهله جدا. انت هتجيب الهكونه هتمطها هتبقى هكونه مطاطا. حلو قوي. ايه ده يا عم مهدي اللي انت بتطلبه ده اصلا؟ ده اكله دي ولا ايه نظامها دي ولا حلويات؟ ليه كده يا عم مهدي اللي انت بتقوله ده؟ ايه الهكونه مطاطا دي؟ افريقيه دي ولا ايه الوجبه دي؟ هكونه مطاطا. وما يبقاش مهدي انك تقولها. المهم انك تقولها. ما يبقاش. لا خلاص يا عم مهدي انت كده جبت اكله من الاخر. انت شايف قدامك تيمون وبومبا ولا ايه؟ شكرا يا استاذ مهدي. منورين الشاشه والله. ربنا يخليك. جميله جدا جدا في الحلقه والله. شكرا يا فندم. شكرا. ربنا يخليك. وبنشكرك على الاكله مطاطا. بنشكرك على الاكله الغريبه دي. مزنبقيه دي ولا ايه الاكله دي؟ شفت بقى. تمام. اللحمه كده استوت. اللحمه معانا وانا شغاله معاها بالميه. كل ما بتشرب الميه بتاعتنا بنزودها شويه. تمام. انت وصلت لفين انت يا شيف سند برضه معانا؟ انا بقى بالنسبه لي انا عملت هنا خلاص قلبت المواد السايله كلها على المواد الجافه. على المواد الجافه وبقلبها مع بعض كويس. فيما يعرف باسم طاجن السعاده. فهنقلبه كده مع بعض. صباح الخير يا استاذه ايه. صباح الخير يا فندم. عايزه اكلم الشيف ولاء. اتفضلي يا فندم. الشيف ولاء مع حضرتك. اتفضلي. اهلا بيكي يا حبيبتي. منوره يا شيف ولاء. بنورك يا قلبي. بنورك والله. وحشتيني يا خالته. الف مبروك يا حبيبتي. منوره الشاشه. ربنا يخليكي يا ايه. ربنا يخليكي. النور نورك يا قلبي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. انا سعيده بمداخلتك والله.
ربنا يخليكوا ليا يا رب. منوره يا حبيبتي الشاشه يا حبيبتي. حبايب قلبي والله حبايب قلبي ربنا يخليكوا يا حبيبتي. تسلمي لي على الاكلات بتاعتنا. تسلمي لي تسلمي لي يا رب الاكلات تكون بتعجبك. خليتيني عملت الكوبيبه الاسبوع ده لحماتي. اكيد طبعا طالعه احلى ما انا عملتها. يا رب يخليكي. لا طبعا احنا بنتعلم منكم. حبيبه قلبي والله تسلم ايديكي وعينيكي الحلوين. شكرا يا استاذ. يا رب يخليكي يا خالتي. شكرا. ربنا يخليك يا حبيبتي يا ربنا يخليك بالهنا والشفا ليك يا رب. وصلت فين يا شيف سند معانا كده الحاجه كده خلاص انا قلبت كله مع بعضه. تمام. الخليط بقى كده بالنسبه لي اللي هو لا تقيل ولا خفيف لازق كده يعني. عموما بالظبط زي ما انتم شايفين يا جماعه منظر يخش بالتفاصيل على الطبق بتاع الشيف سند. تدهنيها زيت برضه طاجن. اه زيت حاجه بسيطه ده ما ينفعش يتسوى في حاجه غير طاجن. لازم لو في صينيه مثلا برنس ينفع كل حاجه تنفع. ممكن صينيه كبيره ما فيش مشكله خالص عشان بس ساعات الحبايب بيبقوا كتير. بس هو اسمه طاجن السعاده يا ده طاجن او طاجن نوتيلا على فكره. الطاجن ده عندنا في مدغم شباب وبنات اكتر الاغلبيه يا ريت توري الكاميرا كده تبقى واضح للكاميرا الناحيه الثانيه. بيقولوا له في افخم المحلات علشان يشتروه. صباح الخير يا مدام امنيه. صباح الفل. ازيك يا استاذ اسلام؟ الله يخليك يا فندم. صباح الخير. ازيك يا فندم؟ الحمد لله يا حبيبتي نورت الدنيا. ربنا يخليك. انتم منورين الحلقه الجميله دي. ايه رايك؟ انا اتفاجئت يعني انا النهارده خدت اجازه عشان قلت لازم اشوف بس مباشر بقى. حبيبه قلبي والله. ايه رايك فيك يعني؟ منورين الدنيا والشيف فندي منوره. طبعا يعني انا بسمع عنها وحبيتها واول مره اشوفها يعني انا بسمع عنها من الشيف ولاء. حبيبه قلبي احنا لينا السبق في اننا نوريها لك النهارده. على فكره الحلقه ما تكملش الا باتصالك يا امنيه. صح. ربنا يخليكي يا حبيبتي. بجد والله ربنا يخليكي بجد منورين. طب انا ليا طلب بقى لو سمحت. عايزين بقى حلقه فيها فطير مشلتت. هعملها لك انا ناوياها والله. ناوياها يعني هعمل لكم فطير مشلتت على الهوا. طيب هرفضك يعني استنى. ما اقدرش ارفض لك طلب يا امنيه. شكرا هعمل لك يا حبيبه قلبي احلى فطير لعيوني. شكرا. المقدار اللي انا عملته ده يعمل طاجنين. طاجنين. احنا ما بنملاوش للاخر يعني احنا بنحط لغايه المكان هنا عشان لسه هيعلى طبعا. والحاجات اللي بتتحط التوبنج بتاعه برده كمان هتعليه. طبعا التوبنج. التوبنج يا جماعه خدوا بالكم الصحافه الانجليزي احنا مالناش فيها. يلا دخلي انت بقى الفرن ونشوف البطاطس بتاعتنا. بعد كده طبعا يا فندم بيتحط في الفرن وبعد برده نشوف على 180 درجه. 180 درجه. بصوا بقى هنعمل ايه مع بعض. زاويه منفرجه. صباح الخير يا استاذه مياده. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. صباح الخير يا فندم. ازيك يا استاذ اسلام عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله يا فندم. اتفضلي. ازيك يا لولو؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ لو الصوت يعلى بس شويه علي صوتك. منوره الشاشه يا لولو. من ده نورك يا قلبي والله. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. ايه رايك في الحلقه؟ تسلمي ايدك. تسلمي ايدك يا لولو. منوره يا شيف سندي. انت يا حبيبتي اللي منوراني. ربنا يخليكي يا مي. انت منوره كل الحلقات يا لولو. منوره في كل وقت. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. انت اللي نورتي النهارده باتصالك ومكالمتك الجميله دي. شكرا يا استاذه ميادة. جميلي يا لولو. ربنا يخليك يا لولو. نورتيني يا قلبي والله. حبيبه قلبي يا لولو. تسلمي لي يا جميل. تسلمي لي يا حبيبه قلبي. شكرا يا استاذه ميادة. تسلمي يا حبيبتي. الوقت بعد ما حطيتهم خلينا بقى كده نتابع مع الشيف سند الاول. بعد ما حطيتها الشيف سند في الفرن ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بسيبه طبعا من 10 دقائق لربع ساعه على درجه حراره 180 درجه. تمام. تمام. هو بقى بيطلع انا مطلعه جايبه بقى اثنين جاهزين اهو. تمام. وريهم للكاميرا لو سمحت. وهبتدي ازينهم. نشوف التفاصيل عليهم. نبدا بقى مع اول حاجه بحطها في النوتيلا. تمام. وبعدين ببتدي بقى ازينه يعني دي بقى يعني دي بتاعتك براحتك يعني. الزواق ده بقى على حسب. زين براحتك. حط طيب الشوكولاتات اللي انت عايزها. شوف لو وصلت لفين البطاطس حطيتها تاني في انا شلت اللحمه. تمام. والصوص بتاع اللحمه انا نزلت فيه البطاطس المحمره. تمام. علشان يشرب من الصوص بتاع اللحمه. تمام. قلبته. هنرجع نعمل ايه بقى؟ هنرص اللحمه عليه علشان يشرب من فوق ومن تحت. واضح يا جماعه ان طبق متين. طبق خطير وسهل وطعمه لذيذ جدا واكله كلها بروتين ونشويات. يعني اكله وجبه كامله. وجبه كامله العناصر الغذائيه. تمام. حلوه حلوه وطعمها حلو وشيك قوي قوي. بنضفر لروح الصداقه اللي موجوده معانا النهارده والتعاون ما بين الشيفات. الحمد لله. بصراحه منظر صباح الخير يا مدام فايزه. صباح الخير يا مدام فايزه. السلام عليكم. صباح الخير يا استاذ اسلام. صباح الخير يا فندم. اخبار حضرتك؟ صباح الخير. صباح الخير يا ممكن اكلم الشيف لولو؟ اتفضلي يا فندم. لا صباح الفل. صباح الفل يا صباح الهنا مني انا. صباح الخير. ازيك يا حبيبتي؟ منوره الشاشه يا لولو. ده نورك يا حبيبه قلبي والله. النور بيكي يا قلبي. دايما منوره يا قلبي. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. ايه رايك في اكله النهارده؟
زي العسل، تسلم ايدك. انا عايزاكي تجربيها زي ما بتجربي كل الاكلات. ان شاء الله يا جميل، من نجاح لنجاح يا قلبي. حبيبه قلبي تسلمي. والله فتره طويله عشان اوصل لك. معلش يا حبيبه قلبي، الاتصالات كتيره بقى الحمد لله. ربنا يكتر منكم كده ان شاء الله، ويكتر من محبين البرنامج ومحبين الشيف فندي والشيف ولاء. شكرا يا استاذه، انت نورتينا يا استاذه فايده. شكرا يا فندم. زي ما احنا شايفين يا جماعه، الطاجن او البرام اللي اتزوق اللي انتهى كده، مش كده انتهى شيف ساندي ولا؟ عشان انا عملت واحد وبعمل الثاني. تمام يا جماعه، انا بشوف التفاصيل خش عليها. انا مش قادره اقاوم الشكل الجميل ده بصراحه. طب بالنسبه للريحه اللي انت معذباني بجد والله، احنا بنوجه اعتذار للاستاذه حور وبنقول لها معلش الطاجن ده مش هيعرف يجي لك كده، مش هيسافر، مش هينفع هو، حتى على الاقل مش هيعرف يسافر بيه. ما تقلقش، لو على قد السفر ما تقلقش. احنا شايفين كده يا جماعه في الكاميرا، زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، الشكل النهائي للبرام طاجن السعادة هابينيس. تمام كده يا جماعه. الشيف ولاء زي ما احنا شايفين حطت اللحمه تاني على البطاطس في قلب الزيت، كله بقى بيتشرب من بعضه، كله في بعضه يتشرب من بعضه. تاكل البطاطس تلاقيها بتدوب في البق، وبعدين طعم اللحمه فيها بالثوم حاجه كده فظيعه بصراحه. خلاص خلصي بسرعه عشان انا وبعد كده يا جماعه طاجن السعاده، وبعدين نريح بقى، لانه ما ينفعش بعد الاكل ده طاجن السعاده ده ان احنا نروح في حته، مش كده؟ طبعا مش هينفع بعد طاجن السعاده بتاعك ده نروح في حته اصلا. شايفين الاكله ما خدتش وقت ازاي؟ خالص اكله سريعه يا جماعه، وحاجه سريعه جدا، وفي نفس الوقت طبق يحل برضه، حاجه تحل بيها سريعه جدا. عايزين نخلص، شوف يعني بصراحه يعني احنا عايزين نخلص بسرعه. صباح الخير يا استاذه هاله. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذه هاله. صباح الخير يا فندم. يا ريت تعود الاتصال تاني. كده يا فندم خلاص كده اللحمه خلاص استوت، زي ما انتم شايفين يا جماعه. كده استوت وبنفنش. الفينش. النهارده مصطلحات انجليزي كتير يا جماعه، بالاضافه للمصطلح اللي انت قلته لنا يا شيف سامي. توبنج. توبنج ده، توبنج ده معناه ايه صحيح؟ التوبنج الحاجه اللي بتحطها على الوش. صباح الخير يا استاذه هاله. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح النور، اتفضلي. اتفضلي الشيفات مع حضرتك. ازيك يا عم مصر ولاء؟ اهلا بيكي يا حبيبتي. لا انا هنا. انا هنا. اهلا ازيك يا هنا. ازيك يا هنا، وحشتيني يا قلب عمته. زي القمر وحشتيني والله، انت اللي قمر منور يا قلبي. الله على الصوت الجميل الصغنن. اصغر اتصال وصلنا النهارده يا جماعه، اصغر اتصال وصلنا النهارده. هنا حبيبه قلبي بنت اخويا، انا بحبك قوي وانا بحبك قد الدنيا كلها يا هنونتي. شكرا يا هنا. شكرا يا حبيبه قلبي يا هنا. شكرا يا هنا، نورتيني يا قلبي. بالسلامه يا روح قلبي. صباح الخير يا ام احمد. ام احمد حشيش، صباح الخير. الحمد لله تمام يا فندم، والله اخبار حضرتك؟ منور الدنيا والله انت والشيف سامي. الله يخليك يا فندم، الله يخليك يا فندم، وانت استاذ اسلام والله. الله يخليك يا فندم، والله انا بشكر جمهور اللي مدعمني بصراحه. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. نورت الدنيا كلها، ست الكل كلها. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. واسره البرنامج كلها والمخرجين والمصورين وكلكم، ربنا يخليكي يا حبيبتي، انت نورتي الدنيا والله. من اهل الحشاشه كلها، من اهل الحشاشه كلها. الله يخليك، ده شرف طبعا لنا يا فندم، شرف لنا يا فندم، ربنا يخليكي يا قلبي، شرف لنا التعرف على حضرتك. ويديك الصحه والعافيه يا رب كده. ربنا وتفضلي معانا كده دايما باتصالك اللي منورنا كل حلقه. شكرا يا ام احمد، نورتي الدنيا كلها. شكرا يا فندم، ست الكل الغاليه. زي ما احنا شفنا يا فندم كده الفينش بتاع طاجن السعاده او صاحبه السعاده بتاع الشيف ساندي. صاحبه السعاده هابينيس بالانجليزي. هذا مش معنى انتوا بتقولوا مصطلحات انجليزي بقى، بس جت عليك. يعني جت عليا يعني. تمام، وبعد كده طبعا الفينش النهائي يا جماعه، قدمي انت بقى الطبق بتاعك يا شيف ولا. ايه رايكم بقى، انت ايه رايك يا شيف ساندي؟ لا العين، العين اللي بتاكل الاول، والعين ما شاء الله عايزه البرنامج يخلص بسرعه. انا بصراحه عشان مش عارف اقول ايه بصراحه، الريحه هنا والطعم والشكل. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، شايفين الاكل عامله ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده الشكل النهائي يا جماعه اللي وصلنا له. استاذ حسيني طبعا مظبطنا. بحب يعني بصراحه الفقره عدت سريعا، ما حسناش بيها نظرا للحاجه الجميله اللي اتقدمت، وباذن الله هنخرج فاصل وراجعين، انتظرونا.